السلام عليكم. قائدي قوات فاغنر يفغيني بريغوجين قتل يوم أمس في ظروف غامضة، وكل أصابع الاتهام تتجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه هو من قام بهذه العملية. اللحظات الأولى لمقتل بريغوجين كانت بهذا الشكل، بالطائرة التي كان هو طبعا على متنها وسقطت بهذه الطريقة، وبعدها انفجرت يوم أمس، وكانت طبعا واحدة من الأحداث الخطيرة والكبيرة للغاية، وتداعيات هذه المسألة مستمرة حتى هذه اللحظة وقد تستمر لأشهر. وطبعا تم التأكيد من قبل السلطات الروسية عن مقتل 10 أشخاص كانوا على متن هذه الطائرة، 7 طبعا منهم من قوات فاغنر ومن عناصر فاغنر وقياداتها المهمة، وطبعا على رأسهم يفغيني بريغوجين كما نلاحظ بهذا الشكل. والفلايت رادار 24 كانت قد وثقت نوعية هذه الطائرة التي سقطت. هنا كما تلاحظون كشفوا عن طبيعة هذه الطائرة والرحلة التي كانت تسير بها، والطائرة اتضح بأنها إمبيرير ليجاسي 600، وهي طائرة خاصة بفاغنر وبمجموعة فاغنر، وعادة يفغيني بريغوجين هو على متنها عندما يتنقل من منطقة إلى أخرى. وأيضا في نفس الوقت بأن الأفيشن سيفتي دوت نت كانت قد كشفت تفاصيل مهمة للغاية عن طبيعة هذه الرحلة لهذه الطائرة، وأكدت بشكل واضح أن الرحلة بدأت من موسكو، وبعد ذلك طبعا الرحلة كانت من موسكو إلى سانت بيترسبرغ، أي أنها بهذا الشكل كانت هذه الرحلة تسير. هنا كما تلاحظون هذه هي موسكو، وكانت الرحلة مباشرة إلى سانت بيترسبرغ حيث يقع المقر الرئيسي لمجموعة فاغنر. لكن الأمور طبعا اختلفت، وبعد 26 دقيقة من تحليق هذه الطائرة بحسب الفلايت رادار وتسجيلها لهذه الرحلة طبعا، وبعد أن وصلت إلى هذه النقطة ألا وهي هذه المدينة تيفر، مباشرة اختفت هذه الطائرة عن الرادارات، عن الفلايت رادار 24، وانقطعت الاتصالات عن هذه الطائرة. ما الذي جرى يا ترى لهذه الطائرة؟ طبعا بالنسبة لواحدة من أهم الصفحات الخاصة بمجموعة فاغنر ألا وهي جرين زون، كانت قد أكدت تفاصيلا خطيرة وقالت بأن المضادات الجوية الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية هي التي قامت بضرب هذه الطائرة بضربتين، وبأن شهود العيان استمعوا لانفجارين في الجو قبل أن يروا وأن يشاهدوا هذه الطائرة وهي تسقط بالطريقة التي رأيناها. وبالتالي يتحدثون هنا عن منظومات دفاعية مثل منظومة الـS-300. بعض شهود العيان تحدثوا عن هذه المسألة وبدأوا يتداولوها. وطبعا واحدة من التفاصيل الفنية والتقنية التي قد تعطي فكرة حقيقية بأنها فعلا هذه المنظومات قد استخدمت على هذه الطائرة، سنلاحظ بأن هنالك من أشلاء الطائرة هنالك عدد من الثقوب كما نلاحظ. هي مسألة مهمة أثارت الجدل أيضا بين الخبراء، لماذا هذه الثقوب في حقيقة الأمر موجودة على أشلاء هذه الطائرة الكثير منها، وحتى سنلاحظ صورة أخرى لأشلاء هذه الطائرة بهذا الشكل إن اقترب منها من جسد الطائرة، ستلاحظ بأن هذه الثقوب تملأ هذه الطائرة. وطبعا تفسيرها تماما وتفسير هذه المسألة بأن هذه المضادات الجوية في طبيعة الحال مثل الـS-300 وغيرها عادة هنالك جزيئات معدنية صغيرة عندما تصطدم بهذه الطائرة، وهذه الجزيئات المعدنية تخترق هيكل الطائرة من أجل إحداث دمار في هيكلها. وهذه واحدة من أهم الإثباتات الفنية التي ممكن أن تؤكد وأن تعطي فكرة حقيقية بأن هذه الطائرة قد ضربت فعلا بالصواريخ أو بالمضادات الجوية. البعض قال بأن هذه الطائرة انفجرت من الداخل وبأنها لم تتعرض إلى أي ضربة بأي شكل من الأشكال، وكان هنالك مشكلة تقنية أساسا في هذه الطائرة. عندما نرى هذه الصورة الغير واضحة طبعا من مقاطع سقوطها، حاولنا أن نقترب من هذه الصورة لكي نحاول أن نأخذ فكرة عما جرى، وهل فعلا أن هذه الطائرة من الممكن أن يكون الخلل أو الانفجار جاء من داخل هذه الطائرة. سنلاحظ طبعا هنا هذه هي محركات الطائرة، وهذا هو جناح الطائرة، وهذا هو جسد الطائرة. في طبيعة الحال لو كان هنالك انفجارا من داخل الطائرة فإن الضغط عالي للغاية، طبعا الموجود الضغط في داخل الطائرة يعتبر أكبر من الضغط الخارجي على ارتفاع 30,000 قدم كما جاءت في التفاصيل التي سجلت من الفلايت رادار 24. وبالتالي لو كان هنالك انفجارا كبيرا أو انفجارا في داخل هذه الطائرة فلما بقي جسد الطائرة بهذا
الشكل لدمر تماما ولسقطت هذه طبعا الطائرة كأشلاء. وأيضا في نفس الوقت لو نلاحظ بأن الجناح الثاني غير موجود لهذه الطائرة، وهذا ما يوضح بأن الأمر جاء من الخارج وليس من انفجار داخلي أدى لسقوط هذا الجناح. بالتالي من الممكن جدا أن تكون هنالك ضربة أو تأثيرا جاء من خارج هيكل هذه الطائرة، وهي على هذا الأساس سقطت كقطعة واحدة حتى انفجرت بالشكل الذي رأيناها. أيضا أن هذه الطائرة لم تكن تعاني من أي مشاكل تقنية بحسب ما تحدثت عنه وكالة رويترز التي أكدت لم تظهر أي إشارة على وجود مشكلة حتى هبوطها، يقصدون هبوط الطائرة، هبوطها الحاد في آخر 30 ثانية من رحلتها. بالتالي لم تكن هنالك أي مشكلة تقنية حقيقية على هذه الطائرة. وأيضا كانت هنالك روايات أخرى قد جاءت بعد ذلك تحدثت أن الأمر مختلف بحسب هذه الصحف التي ترونها، روسية، أوكرانية، بل حتى نيوزويك الأمريكية نقلت حقيقة أن هنالك شخص اسمه أرتيم ستيبانوف، وهو شخص معاقب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يعتبر الطيار الخاص بيفغيني بريغوجين. هذا الرجل انقطع عن عائلته لمدة 3 أيام، أخاه حاول الاتصال به لمدة 3 أيام لكنه لم يستطع من الوصول إليه. وجاءت بالتفاصيل التي نشرتها لنيوزويك بأن آخر مرة قد شهد هذا الشخص بالقرب من هذه الطائرة التي تحدثنا عنها، ألا وهي ليجاسي 600، كان بجانب وبالقرب من هذه الطائرة وقام بزرع عبوة في الطائرة. وطبعا العبوة على ما يبدو بأنها كانت قريبة من الجناح الذي سقط، وبعد ذلك حلقت هذه الطائرة وانفجرت. وهذا الرجل أساسا قد اختفى، قد غادر إلى منطقة بعيدة، ويعتقد بأنه قد ذهب خارج حدود أوكرانيا بحسب هذه التفاصيل التي نشرت. بالتالي الأمر إن كان هو عبارة عن ضربة بالمنظومات الجوية كما تحدثت طبعا مجموعة فاغنر من موقع غريزون أو حتى من نيوزويك وغيرها مما تحدثوا بأنها عبوة، الأمر مدبر، الأمر لا يبدو بأنه حادث عرضي جاء بهذا الشكل العجيب في ظل توقيتات مهمة للغاية. التوقيت طبعا لهذا الانفجار وهذا الحادث هو جاء بعد 2 شهر فقط من مسيرة العدالة التي كانت واحدة من أخطر طبعا التحركات التي قامت بها قوات فاغنر في داخل روسيا. طبعا تحركوا مباشرة إلى موسكو وكانت الظروف خطيرة للغاية، وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حينها واعتبر بأن هذا الأمر خيانة، وتدخلت بيلاروسيا، ودخول بيلاروسيا هو الذي أوقف كل شيء. وفي نهاية المطاف كانت هنالك نوع من المصالحة بين إيفغيني بريغوجين وبين بوتين، بل كان هنالك لقاء بين الطرفين وحتى مصافحة باليد، وبالتالي الأمور من المفترض أن تكون انتهت. ولكن من يعرف فلاديمير بوتين يعرف تماما بأنه لا يرحم أحدا أبدا، فهو كان في إحدى اللقاءات سئل إذا ما كان من الممكن أن يسامح أحدا، وقال بأنني أسامح لكنني لا أسامح الخونة. وهذه مسألة مهمة للغاية يجب أن ننتبه إليها، ولذلك أصابع الاتهام كلها تتجه لطبعا فلاديمير بوتين مع خلفيته الاستخبارية العالية، أنه كان طبعا في الKGB، وكذلك خلفيته في تعامله مع كل معارضيه وعلى كل شخص يعارضه دائما ما تنتهي بطريقة غامضة. وها نحن أمام قصة غامضة جديدة تأتي أمام قائد قوات فاغنر إيفغيني بريغوجين، الذي حقق واحدا من أهم الانتصارات في الحرب الروسية الأوكرانية، ألا وهي الانتصار في باخموت على القوات الأوكرانية. ولكن بشكل عام روسيا الآن فتحت تحقيقا في هذه المسألة، وهذا التحقيق الذي فتح حتى هذه اللحظة بشكل مثير هو محصور بروسيا فقط، ليس هنالك أي طرف آخر مرتبط بهذه التحقيقات. طبعا ليس من حق أحد أن يتدخل في هذه التحقيقات إلا روسيا، بما أن هو الأمر أساسا وسقوط هذه الطائرة في روسيا. لكن يجب أن ننتبه أن الطائرة التي سقطت هي من صناعة البرازيل، وبالتالي يجب أن يكون هذا التحقيق أيضا قادم، أو يجب أن يكون هنالك فريقا من البرازيل وممثلين من البرازيل لكي يقوموا بعملية تحقيقات مشتركة مع الجانب الروسي. ولكن الجانب الروسي حتى هذه اللحظة لم يشرك البرازيل في هذه التحقيقات، ننتظر ونرى. ولكن إن بقيت الأمور طبعا محصورة بروسيا ممكن أن نتوقع تفسيرات كثيرة أن تظهر من هذه المسألة ومن هذه الحادثة. بشكل عام هذه الطائرة
عندما اختفت بالقرب من تفير وقطع عنها الاتصال، وبعد ذلك طبعا سقطت هذه الطائرة. هو يوضح، وهذا الفلايت رادار هنا يوضح لك أن هنا انقطاع الاتصال، ولكن الطائرة لم تسقط في تفير، هي سقطت في إقليم تفير، تفير أوبلاست. وبالتالي على هذا الأساس إذا ما جئنا إلى طبيعة تحليق هذه الطائرة، فإن في حقيقة الأمر هذه هي منطقة تفير التي نراها، وإن اختفاء هذه الطائرة كان في هذه النقطة كما لاحظنا، وهذا يوضح بأنها قطعت مسافة معينة حتى لحظة سقوطها، إن كانت قد ضربت أو بعبوة مفخخة أو غيرها. وبالتالي النقطة كما تداول البعض ممن هم موجودين في روسيا بأنها جاءت بالقرب وسقطت من منطقة هنا تقريبا بالقرب من منطقة يطلقون عليها كوجينكينسكي. طبعا هذه المنطقة إذا ما اقتربنا منها بحسب الأوساط الروسية لنعتمد على هذه المعلومة طبعا ونقترب من هذه المنطقة، سنقترب الآن بالقمر الصناعي، هذه هي كوجينكينسكي التي نتحدث عنها طبعا، والتي تأتي باتجاه سانت بيترسبرغ. من الممكن لو صارت هذه الطائرة بخط واحد ومستقيم من المفترض أن تسقط هنا، ولكن ممكن أن تسقط إلى بأي اتجاه بأي شكل من الأشكال. إذا ما حاولنا أن نتأكد من بعض الصور، فبعض المقاطع أوضحت هذا البرج الأسود المميز بشكله طبعا، والطائرة تأتي إلى الخلف، وأيضا تلاحظ بعد سقوط الطائرة واضح أن البرج لا زال موجودا، أي تأتي باتجاه ومن ضمن النظر أو مدى النظر الخاص بهذا البرج. وطبعا نلاحظ بأن المساحة مفتوحة، ليست هنالك أي مباني، هنالك أشجار وغابات، هذه مسألة مهمة. وأيضا في نفس الوقت سنلاحظ بأنه من هذه الصورة ومن لحظة سقوط الطائرة سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات، نحن أمام أشجار كثيفة هنا وأشجار أخرى تأتي بهذا الاتجاه. لو تلاحظ هي ليست بنفس الشكل أو بنفس الطريقة المستقيم بأنها غابات بهذا الشكل، أنت أمام غابات طبعا بهذا الشكل الذي تراه بهذه الطريقة، أي بما معنى أن هنالك نوع من الطريق الذي تخبئه هذه الأشجار الأمامية. وبالتالي نلاحظ هنا شجرة أمامية منفصلة عن الحادث تأتي بعد هذه الطائرة، شجرة كبيرة هنا، تلاحظ هنالك برج كبير بعيد لكنه نوعا ما واضح بهذا الاتجاه، وأيضا أمام عمود آخر هو يأتي تقريبا متوازيا بنفس الخط مع هذه الشجرة الكبيرة. هذه مسألة طبعا مهمة لكي نحاول أن نحدد بشكل دقيق أين سقطت هذه الطائرة. بالتالي بالهبوط إلى هذه المنطقة الآن سنلاحظ بأننا لسنا أمام علامات كثيرة، نقترب من هذه المنطقة الروسية التي تحدثنا عنها ونتوقف هنا. وإذا ما حاولنا من الهبوط بالقمر الصناعي من حسن الحظ كما نلاحظ أن هنالك برج وأن هنالك ظل برج آخر هنا، من الممكن أن يكون هو البرج الذي نتحدث عنه. بالتالي بالهبوط بالقمر الصناعي على الأرض على سبيل المثال نهبط هنا لكي نلقي نظرة ونحاول أن نجد البرج أولا الأسود الذي رأيناه. ستلاحظ بأنك بمجرد الهبوط ها أنت البرج واضح أمامك، نقترب، ها هو نفسه متطابق مع البرج الذي رأيناه طبعا. وبالتالي وعلى هذا الأساس نحن أمام نفس النقطة التي انتبهنا إليها والتي لاحظناها، وهذا هو البرج الذي تأكدنا منه. بالتالي نحاول أخذ 180 درجة لأن المنطقة مفتوحة، ليست فيها منازل أو بيوت أو حتى أي شيء، مساحة مفتوحة. بالتالي البرج الذي ركزنا عليه ورأيناه هنا الذي يأتي بجانب البرج الكبير، وبالتالي النظر تقريبا والتصوير كان بهذا الشكل لهذه الطائرة التي سقطت، وهذه هي الغابات التي نلاحظها. بالتالي مرشح أن تكون هذه الطائرة سقطت في أي اتجاه هنا، وعندما تقترب من هذه الغابات لكي نرى أين قتل يفغيني بريغوجين، أين كانت لحظاته الأخيرة، فيبدو بأننا اقتربنا. نلاحظ هنالك طريق، نلاحظ هنالك أيضا أشجار هنا بالاتجاه إلى اليمين قليلا لنبحث عن البرج والعمود التي كانت واضحة من الصورة التي رأيناها قبل قليل. ستلاحظ البرج هنا من الظل الخاص به طبعا، وبعد ذلك تتجه وتجد العمود الذي رأيناه الذي كان متوازيا مع الشجرة الكبيرة التي رأيناها. هي علامات بسيطة ولكنها تكشف لك الموقع بأكمله، وبالتالي عند التوقف في هذه المنطقة ستجد نفسك أمام نفس هذه الأشجار. هنا الأشجار وكثافة الأشجار، هذه الشجرة المنفردة الوحيدة التي رأيناها، الشجرة الكبيرة التي تأتي متوازية طبعا مع البرج هنا كما تحدثنا، هذه هي الأشجار التي جاءت مستقيمة أيضا والطريق واضح والبرج الكبير الذي ذكرناه. وبالتالي الطائرة وطائرة يفغيني بريغوجين كانت قد سقطت هنا، وبالتالي التصوير كان حاضرا بهذا الشكل الذي ترونه لهذه المنطقة، وأن الطائرة فعلا ليفغيني بريغوجين قد
سقطت هنا وقتل يفغيني بريغوجين مع قادته في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام حادثة كبيرة وغامضة، والمثير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عزى عائلة يفغيني بريغوجين قبل أن نبدأ هذه الحلقة. والبعض يقول، والبعض بدأ يعني يضحك ويقول بأن بوتين يعني يطبق المقولة المصرية الشهيرة، ألا وهو يقتل القتيل ويمشي بجنازته.